سبب الحضور ديالي في المغرب هو ان كنصور واحد الكليب، الكليب ديالي ديال السينجل ديالي ماجي ان شاء الله اللي جاي قريبا. قريب من دابا واحد 3 سيمانات ان شاء الله، 3 الاسابيع غيخرج. اللي عملت معهم هو مغربي ديالنا فرانش مونتانا، داينا جين اللي هي من ديك الفرقه ديال بنات اشهر فرقه اللي كاينه في العالم ديال فيفث هارموني، وفاري واب. فاتي واب هو واحد رابور اللي مشهور بزاف في امريكا وفي العالم. كنبغيكم كمغاربه وكمتابعين مجله سلطانه، ونتمنى لكم الخير والصحه والعافيه والايمان. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.